زمول. 360 ألف هكتار مساحة إجمالية للمنطقة الجنوبية لولاية خنشلع، من بينها 70 ألف هكتار أراض صالحة للزراعة. المنطقة بخصوبتها بطقسها بوفرة المياه فيها بإمكانات الدولة المسخرة هناك تنتج شتى أنواع المحاصيل مرتين في الموسم الواحد أحيانا. الحمد لله عطتنا الزيتون، عطتنا البسان، عطتنا النخيل، البيوت البلاستيكية، يعني كل شيء متوفر. المنطقة لما فيها من خيرات تشهد عملية ضبط عقاري، المنشور رقم 402 جاء لطمأنة المستغلين في إطار الحيازة على الملكية العقارية وتحديد حق الشرط الفاسخ للاعتراف بالملكية. في إطار التنمية المندمجة بين القطاعات استفاد ببرنامج لإنجاز وحدات تخزين للحبوب، 3 وحدات تخزين للحبوب، وإنجاز دراسة على مستوى المنطقة الجنوبية، دراسة لتبين قدرات هذا المنطقة من ناحية التربة خاصة. صحة الشباب يطلعوا للوسمة، لا انا ياخذ فلاحه، وكان فلاحه كان فلاحه كان وكان الوجد كان التاويل كان اسمه كلش مساء العام كان قافل. انا جيت علي انا اليوم الحمد لله اني عندي خدامه، عندي 6 فراجات وعندي ازيد من 25 نفر اللي تخدم هذا في الخدام. ما يكفيوش الحجم، ما يكفيوش